سبب الاضراب هذا انه في الفترة النهار الاربعاء اللي فات قام الشيف دو ديبارتمون مدير قسم التربة العالمية التكنولوجيا العالمية قام باستدعاء للطلبة السنة الثالثة للحديث على البي اف او. انه في هذا الاجتماع جاء قال لنا انه احنا كطلبة السنة الثالثة ما عندناش تأثير للمشاريع التخرج نتاعنا. ان حتى اليوم حتى كان نجمو نمشو نخدمو مشاريع التخرج نتاعنا حتى ندبرو دي زون كادر من لي زون تريفيز اللي نخدمو فيهم ما همش يعملون دي سوتونس دي ستاج في اخر العام. انهم لسه حاليا مقاطعين لي سوتونس دي ستاج مقاطعين التاثير مقاطعين حتى لي سوتونس دي ستاج حتى البريمير اني دوزيام اني اللي هما ستاج اوفري وستاج تكنيسيان. اللي احنا اليوم لقينا رواحنا نجحنا السيمستر الاولى دوزيام سيمستر حاليا بقينا في لعبه بين الوزاره والاساتذه انهم لسه راضيين التاثير الوزاره اللي اليوم ما تكلمتش واللي احنا كل ما نخسر وقت احنا الخاسرين. ما قالوا لكمش على الاسباب؟ الاسباب هي انه فما حسب ما سمعت اتفاقيه بين نقابه العامه للتعليم العالي والوزاره انه تقتضي هذه الاتفاقيه هذه انه ما عادش خلصوا مع لون كادر هما. بعض النقابات الاساسيه في بعض المعاهد كانت رافضة هالاتفاقيه لذلك قامت انها ترفض هالاتفاقيه بانها تقوم بمقاطعه كل التاثير ودراسة المشاريع التخرج. أحمد العام هذاك هو ولا حتى عم نولدك؟ لا العام هذاك هو من هنا حسب ما سمعت حتى الأستاذ مقاطعين على طول معنا حتى يلقوا حل الحكاية هذي.